فيما يتعلق بالقصور، وهو ده كمان الفيديو المهم جدا اللي نشره الإعلامي عبد الله الشريف، لأنه ما ينفعش ننسب الفيديو لينا ولا ناخده ونعرضه كده. هو عبد الله الشريف اللي نزل الفيديو ده، خلينا نستعرضه مع بعض. هذا الفيديو عبد الله الشريف تحدث إنه ضابط هو الذي أرسل له على رقم الواتس الخاص بعبد الله الشريف الذي يعرضه دائما على الشاشة، أرسل له فيديو صور من داخل الفلل والقصور التي يبنيها السيسي حاليا، مش بناها وخلص أو لسه هيبنيها، بنى جزء منها تحت التشطيبات الآن هي تحت التشطيبات في مدينة العالمين. هناك جزئين في هذا الأمر، خلينا نتابع الفيديو ثم نعود. دلوقتي بقى احنا قدام الام زد، شايفين انتوا المكان ده اللي عنده الخيمه ده؟ ده كان تبه كبيره، جبل يعني كبير، كان عليه حرس جمهوري، حرس حدود. في قدام برضه في عند الابراج برضه حرس حدود هناك، بس دول شالوه قدام قصر الام زد بتاع الباشا. طبعا ازاي بقى قدامه حرس حدود؟ الخيمه دي بقى هناك، دي العساكر قاعدين هناك كده، بعد ما كان مبنى كبير وبرج كبير لدرجه ان اي مكتب احنا لما كنا بننزل من هون او حاجات من دي كان برضه بيجي لنا الحاجات دي. ادي الام زد، ادي كده فيلا تلاته. المكان ده بقى ده فيه بسين جوه، جاكوسي وجيم والسنوات، مش عارف اقرب عشان في ناس جوه شغاله. صحة كبيرة جدا كده، مش عارف انا قاعد فين بس لابسين بيه حاجات كده. قدام البلاطة كده في بلكونة هنا، هو ده التراس. شايفين انتوا الممشى ده مكتوب على كلمة مصر، بس انا مش عارف هتيجي ولا لا. في ممشى اهو، في حرف النيل هناك اهو، ونيل وصاد وراه. المفروض ده اللي مكتوب ده الاصل من جوه. طبعا دي حاجات يعني كل شوية تكسر يعني على حساب الدولة، يعني مفيش تفيد جديد مفيش هنا يعني. ده اسمه التراس، ده التراس برضه بديه برضه في قاعة مؤتمرات. ده خش بس على الفيلا الأول كده، شايف؟ أدي فيلا واحد، ده دي اسمها فيلا واحد، اتنين وتلاتة وأربعة وخمسة، خمس فيلا تمام. الفيلا اللي في النص دي بتاعت الرئيس، دي كبيرة جدا، بس طبعا ممنوع تصوير، كنت فيها الأول بس ممنوع تصوير فيها. ودي فيلا هنا اتنين وواحد، دول خمس فيلا ورا بقى. في حاجات تحصل ورا إن شاء الله الفيديو الجاي، بس خلينا نتأكد إن الفيديو الجاي نشوف. شايفين بقى اللي ورا خالص ده، اللي ورا خالص ده، ده اسمه الـ MZ محمد زايد، كان هنا زيارة برضه هو وبلح. وبعد منه كده الـ MS محمد سلمان، بس ده لسه بعيد شوية، دي تحت الإنشاء لسه شغال. في بقى دي لسه ما قلنا عرب بنتمنها جديدة، مسلة جاية من أقصر، مسلة دي حاطط لي مسلة هنا بدل ما نحطها في السياحة. ما علينا، بركان كبار تمام.
آدي القصور وآدي الفلل بتاعت مصر. لما قال بابني وهابني هو ليا ده المصر، فأنا مش عايز أفهم يعني هو القصور اللي المصر دي ما ينفعش تتعمل على البحر، على البحر في العالمين، على البحر المتوسط الجميل ده، هي دي القصور اللي المصر؟ يعني هي مصر هتروح تسكن في القصور اللي في العالمين؟ كلام طبعا لا يعقل، وكلام طبعا هذا الفيديو أكد اللي قاله محمد علي واللي بيقوله على مدار الأسبوعين الثلاثة الماضية. آدي يا مصريين القصور والفلل اللي بيقول عليها دي المصر. يعني هو الرئيس ما ينفعش يبقى رئيس لما يكون عنده فلل في العالمين؟ طب هو قصر رئاسة واحد يكفي، قصر رئاسة واحد يكفي، ومش لازم يكون بالمليارات المليارات والشعب فقير والشعب بيأكل من الزبالة.